متواصلين مشاهدينا الكرام في القناة السعودية الأولى لنقل أجمل وأروع مهرجان، مهرجان الغالي، مهرجان الجنادرية الذي يضم كل مناطق المملكة. اليوم نرحب فيكم بترحيبة هذا الركن اللي نقف فيه ونقول لكم هلا هلا بكم يا هلا. احنا اليوم في ركن الحدود الشمالية هالمنطقة الرائعة والجميلة. الآن أقف في السوق الشعبي، راح نشوف هالسوق وش يضم. تعالوا معنا نبدأ مع أول ركن، هالركن الجميل اللي قاعدين نشوف فيه الصوف وحياكة الصوف. ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم الكريم. اسمه كريم خديجة خلف حمد الملحم. حياك الله خالتي خليجة خديجة، ونقول لك وش قاعدة تقدمين في هذا الركن الرائع. والله أقدم نسيج. ما شاء الله. نعم. النسيج هذا عبارة عن إيش؟ كلمينا عن النسيج هذا. هذا عبارة عن بيت الشعر، عن مفروشات، عن حياكة للبل، أي مكان تبي تلقاه بالصوف هذا. ما شاء الله، هذا الآن صوف الغنم. هذا صوف الغنم نعيمي، له نجد وله معز، نعيمي صوف غنم نعيمي. وش قاعدة تسوين الآن؟ هذا راح يصير إيش في الأخير؟ هذا راح يصير زي الفرشة مفروشة. أنتوا تسوون الفرشة الآن من هالسد وهالحياكة؟ نعم، نسوي الفرشة ونسوي بيوت الشعر ونسوي الروجات ونسوي القواطع ونسوي اللي حنا تهتوي النفس عليه نسويه. ما شاء الله. طيب هذه نشوف، أنا أحس أنها متعبة من النظر، تحس أنها شغلة متعبة وتحتاج كثير من الدقة وكثير من التركيز، ما تتعبون فيها؟ لا، اللي متعلم لا ما يتعبه، يعني خفيفة جدا. ها شف. أي. ما شاء الله تبارك الله. الآن ترصون هذه قالها الصيصة. الآن هل الناس باقي يقبلون على هالمنتجات ويشترونها منكم؟ والله اللي أهل بيوت الشعر يشترونها. ما شاء الله. أما الحضر لا، ما يستعملونها، يمكن يقولون هذا هو، ما يعرفوا شيء عنه. قديم. أما البدو راعي البل يشتري منه، وراعي بيت الشعر يشتري منه، وراعي المفروشات اللي بيفرش ديوانية ويحط بها بالبيت يشتري منه. جميل. طيب يعطيك العافية خالتنا خديجة وما قصرتي، وننتقل وياكم مشاهدينا الكرام لركن آخر، ركن مليء بالفن والجمال. نشوف، خلونا نشوف أختنا هنا وش قاعدة تقدم في هذا الركن. تعالوا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. الاسم الكريم؟ سيرة لونزي. أخت سيرة ما شاء الله تبارك الله، اللي يدخل هالركن أو السوق الشعبي يشوف الركن هذا مليء بالفن والجمال والخط العربي الرائع. نبيك تكلمينا وش قاعدة تقدمين هنا؟ أنا حرفية سدو، لكن استخدمت السدو تجديد فيه عشان الأجيال هذه الجديدة تحبه. أول يعرفونه بالساحات وبالبسط وبيوت الشعر ده، فالجيل هذا يعني بيقول قديم، بيقول ما نستخدم الشغلات هذه وهذا، فحبيت إني أطور شوي وأدخل الحديث مع الماضي. عملت لوحات شعبية، لوحات تصل المشبات والمنزل بشكل عام. جميل. طيب الآن أنا قاعد أشوف مصورنا، لو تشوف هالصورة الرائعة والجميلة عن رؤية 2030، وطن طموح، مجتمع حيوي واقتصاد مزهر. اللي يشوف اللوحة هذه أو السدو المطرز بالكلام الجميل هذا يحس أنه متعوب عليه. نبغى نتكلم معك سيرة، هل هذا العمل يأخذ منك وقت أو الأعمال الأخرى هذه؟ والله العمل مكلف، يعني بداية من قصاص صوف الغنم ناخذه وننظفه صوف ونغزله ونبرمه، بعدين نلونه ونعمل منه سدو، ياخذ أيام منه وأسابيع، ومتعب جدا، لكن اللي يشوفه جاهز ما يعطي ذيك التكلفة والتعب اللي يشوف. يعني الآن هذه تاخذين كم فيها وقت بالضبط؟ بعض اللوح أخذ فيها أسبوع، بعضها أخذ شهر. جميل. هل الناس تقبل قيمة هذه المنتج؟ لا، يتفاجئون بالسعر، لكن والله متعب، يعني حنا قد التعب وأحيانا ما ناخذ حتى حق التعب، يعني يلا بس تكلفة البسيطة يعني. جميل. اللي يشوف هاللوحات بالله مصورنا، خذنا اللقطة هذه، اسماء الله الحسنى، يعني تحس ان العمل متعوب عليه، في فن في الموضوع، في خط عربي، في تراث في الموضوع، ايضا تنفع تكون ديكور في كل بيت. الان ننتقل، يعطيك العافية سيرة ما قصرتي، ننتقل للمنتجات او الخياطة. خلونا نشوف
الناس في الشمال أو أهل الشمال وش يلبسون وما هي الأزياء النسائية التي يستخدمونها في الشمال. تعال معنا مصور. الآن نشوف هالركن الرائع والجميل المليء بالألوان، ألوان رائعة وجميلة وتطريز ولا أحلى. السلام عليكم، الاسم الكريم؟ أم محمد. أم محمد، نبيك تكلمينا أم محمد وتشرحين للمشاهدين ما هذه الملبوسات وكيف تخيطونها وكيف تستخدم. هذه الماكينة، خيطة على الماكينة، وفي ماكينة كبيرة بالبيت، بس إن هذه أنا مخليتها للتنقلات، يعني يوم أتنقل أخذها معي. طيب. أيوه. أنواع الملابس هذه، حدثين عنها. هذه الملابس كودري وشالكو وكريب، يعني مثل النوع هذا يسمونه حرير كريب النوع هذا، وهذا المسرح، هذه من المسرحات، يعني هذا حق أطفال وهذا حق حريم كبار. فيه أنواع من النقشات مثل النقشة دي، مثل النقشة دي، وهذا اللي يلبسونه العروس زمان عندنا. إيه هذا هو اللي يلبسونه العروس، هذا اللي تلبس العروس في ليلة زواجها، في ليلة زواجها، هذا لبس العروس في ليلة زواجها كذا، وعليها الطاسة وعليها العصابة اللي مثل عصابتي دي، وعليها السبحة تجي السبحة فوقها. أيوه. يعطيك العافية.